تطورات كبيرة حدثت خلال هذه الساعة على الأرض. مجموعات من المواطنين والشباب الغاضب توجهوا مباشرة إلى مبنى مديرية أمن بورسعيد وديوان عام المحافظة، حيث تجمعوا بمواجهة قوات الجيش التي تقوم بتأمين المبنيين. هناك باتت تعرف حالة من الغضب بين المواطنين وقوات الجيش لم تعهدها المدينة من قبل. يعني عندما كنت أتحدث إليكم في الساعة الماضية كنت بجوار سجن بورسعيد العمومي، كانت الأوضاع هادئة والحي التجاري كان يعني مغلقا تماما ولا توجد حركة سير. يعني لم يستغرق الأمر أكثر من نصف ساعة حتى خرجت كل هذه المجموعات، وبعضها خرج عبر الدرجات النارية. ويعني كما ذكرت لك هناك مجموعة من الشباب، يعني ليس كل المتواجدين يوافقون على هذه الفكرة، ولكن هناك مجموعة من الشباب يستحثون المواطنين على التوجه صوب المجرى الملاحي لقناة السويس. عند هذا المجرى وتحديدا عند الميناء السياحي حيث جرى اقتحامه من قبل من قبل مجموعات من التراس بورسعيدي واطلاق الشماريخ، توجد تشكيلات ايضا للقوات المسلحه وعمليات تامين قويه جدا يقوم بها الجيش في هذه المنطقه منعا لعمليه اختراق هذا المجرى الملاحي، لانه سيكون بمثابه خط احمر كما قالوا هنا للمتظاهرين.